بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتورة رنا فهمي بشرح لكم كورس الفارماسوتكس. عايزين نبتدي نتكلم بديتيلز شوية عن الفلوكيليتنج ايجنتس. الفلوكيليتنج ايجنتس دي مواد معينة بضيفها على السسبنشن او على ال دي فلوكيليتد سسبنشن عشان احولها لفلوكيليتد سسبنشن، يعني سسبنشنز ما فيهاش كيكس واقدر اعمل لها ريدسبرشن بسهوله. طيب يبقى الفلوكيليتنج ايجنتس دي عباره عن دي فلوكيليتد دي فلوكيليتنج سسبنشن بحولها تو فلوكيليتد سسبنشن باي ادينج فلوكيليتنج ايجنتس. طب دول ايه انواعهم او ايه كاتيجوريز بتاعت الفلوكيليتنج ايجنتس؟ المواد دي ممكن استخدم الكترولايتس، ممكن استخدم سيرفاكتنتس اللي هي سيرفيس اكتيف ايجنتس، ممكن هيدروفيليك بوليمرز، ممكن فيسكوستي موديفاير. طب تعالى ناخد اول نوع، وهو الالكترولايتس. ايه هي الالكترولايتس بقى؟ الالكترولايتس دي فايدتها ايه او بتعمل ايه بالظبط؟ ان هي الالكترولايتس دي اول ما اضيفها السسبنشن هي بتقلل الالكتريكال بارير بين البارتكلز، يعني بتقلل الزيتا بوتنشال. يعني ايه الزيتا بوتنشال دي؟ يعني بكل بساطه مش هندخل في الديتيلز بتاعتها، الزيتا بوتنشال دي عباره عن تشارج بتنتج عن او نتيجه ايه، تشارج بتحصل نتيجه ايه او بين ايه وايه، بين السوليد سيرفيس بتاع الديسبيرسد فيز والليكويد ميديم اللي هي محطوطه فيه. فالالكترولايت هتعمل ايه؟ هتقلل الالكتريكال بارير دي او هتقلل التشارج دي. اول ما التشارج بينهم تقل هيحصل ايه؟ هيحصل عملية الفلوكيليشن. يبقى اول ما الزيتا بوتنشال تقل، التشارج ما بين البارتكل سايز والسولفنت اللي هي دايبه فيه تقل، هيحصل الفلوكيليشن ده. فور اكزامبل، لما اجي اضيف مثلا مونو بيزك بوتاسيوم فوسفيت، ده عباره عن نيجاتيف فلوكيليتنج ايجنت، هضيف المونو بيزك بوتاسيوم فوسفيت ده على سسبنشن موجود فيه بيزمس سب نايتريت، وده عباره عن نيجاتيف تشارج، سوري بوزيتيف تشارج. البيزمس سب نايتريت ده بوزيتيف تشارج، هحط عليه نيجاتيف فلوكيليتنج ايجنت زي المونو بيزك بوتاسيوم فوسفيت. هيحصل ايه بقى؟ هيحصل ان الزيتا بوتنشال هتقل على طول، هتقل لدرجة هيحصل maximum flocculation، ودي هشوفها under microscope. طيب لو بقى عملت ايه؟ لو زودت بقى من الفلوكيليتنج ايجنت ده او من المونوبيزك بوتاسيوم فوسفيت زودت منه بزيادة، يحصل neutralization للتشارج على البارتكلز دي. فايه اللي هيحصل؟ البارتكل هتشيل نفس التشارج، يعني الاتنين البارتكل والفلوكيليتنج ايجنت هيشيلوا نفس التشارج، وهيحصل ايه؟ هيحصل ديفلوكيليشن وكيكينج. يبقى هيحصل كيكينج تاني، لو زودت كمية الفلوكيليتنج ايجنت الدنيا هتبوظ، يبقى بزوده بمعيار معين. طب اكزامبل تاني، ان انا ممكن احط فلوكيليتنج ايجنت المنيوم كلورايد، ده عباره عن بوزيتيف فلوكيليتنج ايجنت، على حاجه بقى نيجاتيف، على سولوشن نيجاتيف زي السلفاميرازين سسبنشن، ده برضو هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي دي فلوكيليشن. يبقى انا كده عندي اكزامبل لنيجاتيف فلوكيليتنج ايجنت زي المونو بيزك بوتاسيوم فوسفيت، والبوزيتيف فلوكيليتنج ايجنت زي الالومنيوم كلورايد. طيب ايه هي بقى اكتر الكترولايتس مستخدمه؟ هي الصوديوم سولتس اوف اسيتاتس، والصوديوم سولتس اوف فوسفيتس، والصوديوم سولتس اوف سيتريتس. طيب في هنا كده نوت بتقول لنا ان الالكترولايتس اللي بتبقى تراي فيلنت بتبقى احسن بكتير من المونو فيلنت والداي فيلنت الكترولايتس، يعني احسن ان انا استخدم تراي فيلنت الكترولايت. بس في حاجه، ان هما الترايفالنت الكترولايتس دول ما بستخدمهمش كتير. ليه؟ علشان بيبقوا هايلي توكسيك، بيبقوا مواد سامة،
كمان ما اقدرش استخدم الترايفالنت الكترولايتس وانا بحضر او في التحضيره بتاعتي في هيدروفيليك بوليمرز. ليه؟ لانه الهيدروفيليك بوليمرز مع الترايفالنت الكترولايتس هيحصل لهم بيرسبتيشن. كمان انا ما بستخدمش اي كميه من الفلوكيليتنج ايجنتس ممكن تقلب بكيكينج على طول، فلازم الكونسنتريشن used must be adjusted according to the required degree of flocculation. لو زودت شوية electrolytes بزيادة الشارج هتتقلب وهيحصل ايه؟ deflocculated system وهيحصل كيكينج زي ما قلنا من شوية. تاني نوع من الفلوكيليتنج ايجنتس اللي هما السرفاكتنتس، دول عبارة عن ionic surface active agents بيشتغلوا برضو نفس الطريقة اللي هي ممكن يعملوا فلوكيليشن عن طريق النيوتراليزيشن بتاع الشارج على البارتكل بتاعة السوليد والسولفنت thus resulting in a flocculated system. في برضو نوع اللي هو ال non ionic surfactants او ال ده في نوع منها ionic وفي non ionic. ال non ionic بقى دي ما بنستخدمهاش قوي، تبقى عندها effect بسيطة أو negligible effect على ال charge density of a particle. ممكن ده يبقى نتيجة ال linear configurations، يعني شوية حاجات كده details في ال graphs. They absorb more than one particle on their surface thereby forming a loose flocculated structure. تالت نوع من ال flocculating agents اللي هو ال polymeric flocculating agents اللي هو ال polymers زي ال starch والسيلولوز دريفيتيفز والتراجاكانس والسيليكيتس والكربومرز والحاجات دي والالجنينز. طيب they are linear branched chain molecules، الشكل اللينير بتاعهم ده بيؤدي لاخر formation of gel network gel like network within the system and become absorbed on the surfaces of the dispersed particles thus holding them in a flocculated state. ودي طريقة الميكانيزم في اكشن بتاع البوليميريك flocculating agents. اخر حاجة اللي هي الفيسكوستي موديفيكيشن، فيسكوستي موديفايرز. بيقول هنا سؤال why we need to modify the viscosity in suspension formulation، ليه محتاجة ان انا اظبط الفيسكوستي بتاعت السسبنشن نفسه؟ لان اول سبب ان انا درجة اللزوجة دي بتأثر على الساتلين بتاع السسبندد بارتكلز جوه السسبنشن. لو السسبنشن ده فيسكس بزيادة في كمية لزوجة عالية البارتكلز مش هيحصل لها ريدسبرشن بسهولة، وبالتالي الشيكينج هيحتاج مني وقت طويل، وكمان كده كده الدوس مش هتبقى اكيور. يبقى فيسكوستي كان افكت سيتلينج اوف ذا سسبندد بارتكلز. بعد كده سبب تاني انه change in flow properties when container is shaken or product pour from the bottle، يحصل change في الفلو بروبرتيز، مش هيبقى البورينج بتاع الدواء سهل ان انا اصبه من الازازة للسبون بتاعتي، دي برضو حاجة مش كويسة. اخر حاجة spreading of topical products applied to the skin بتتأثر جدا بالفيسكوستي. لو حاجة فيسكس وانا بدهنها على الجلد لا مش هتبقى كده حاجة لطيفة، يعني مش هتقابل مش هتلاقي قبول من البيشنت نفسه، فلازم تبقى اظبط الفيسكوستي بتاعت الفورميليشن. suspending agents معروف ان هي بتزود الفيسكوستي بتاعت الفيك